يتفضل سيادة النائب عبد الهادي القصبي بإلقاء كلمته. شكراً سيادة الرئيس. أما قبل فأنني أتقدم إلى كل السادة الوزراء السابقين الذين أدوا مهام أعمالهم بإخلاص وطنية بكل الشكر والتقدير. سيادة الرئيس، بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 3 يوليو 2024 تفضل دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي بإلقاء بيان حول برنامج عمل الحكومة المصرية خلال 3 سنوات قادمة. وتفضلت سيادتك البرنامج إلى لجنة خاصة برئاسة معالي المستشار الجليل أحمد سعد، وقد لجنة مهام أعمالها على أكمل وجه 11 جلسة متتالية و70 ساعة تفضل فيها السادة الوزراء بعرض برامج أعمالهم، ثم تفضل السادة النواب بالمناقشة والمداخلة وبإضافة التوصيات، وقد تبين لهذه اللجنة الآتي: أولاً، أن هناك توجيهات للحكومة الجديدة واضحة وصريحة مضمونها الانحياز للمواطن المصري والتفاعل مع كل الأزمات التي يواجهها وإعلاء مصالحه، تفضل بإصدارها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثانياً، أن برنامج الحكومة جاء واضحاً واعياً سرياً في مكوناته، مدركاً للتحديات، ملبياً للاحتياجات، مبنياً على 4 محاور أساسية. تحدثت 3 محاور منها عن بناء الاقتصاد والاستقرار السياسي، علقت عليها من أجل تحقيق التنمية، ومن أجل مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو أمر محمود. أما ما رصدته اللجنة بشأن محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية في ظل تحديات وفي ظل حروب غير مسبوقة لن تشهد، على هذا المحور فأقدم ثالثاً، أقدم تحية احترام وتقدير إلى السلطة التشريعية قيادة ونواباً، وقد استطعت سيادتكم إنشاء بنية تشريعية قوية سواء في الفصل التشريعي الأول أو في الفصل التشريعي الثاني لمساندة الدولة المصرية. وأؤكد أن السادة النواب على أتم الاستعداد لمواصلة العمل والجهد وإعطاء التشريعات التي من شأنها مساندة الدولة المصرية.
وفي ذات الوقت وبنفس القوة سنستخدم كل الأدوات الرقابية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومي ومتابعة أدائه خلال الفترات الزمنية المحددة. رابعاً، أقدم التهنئة إلى كل السادة الوزراء الذين حازوا بثقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً لسيادتهم كل التوفيق والسداد، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً. وأخيراً، باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعلن موافقتي على برنامج عمل الحكومة. شكراً سيادة الرئيس. شكراً.